حياكم الله أحبتي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامج البيئة وعي. هذا البرنامج الذي تعده لكم دائرة التوعية والإعلام البيئي في وزارة البيئة، ونتابع بحلقتنا لهذا اليوم أهم النشاطات والفعاليات التي تقوم بها الوزارة، والبداية من العناوين. انطلاق أعمال مؤتمر العراق الدولي الثامن للنفط والغاز والطاقة، رقابة بيئية مكثفة لعدد من مجازر بغداد. ونشاهد في حلقتنا لهذا اليوم أهم الأنشطة الرقابية المهمة والفعاليات التوعوية لمديريات البيئة في بغداد وبقية المحافظات. خلال انطلاق أعمال مؤتمر العراق الدولي الثامن للنفط والغاز والطاقة، وزير البيئة يؤكد ضرورة دعم قطاعي النفط والطاقة في العراق بأحدث التقنيات الصديقة للبيئة. تفاصيل كثيرة نتابعها في التقرير الذي أعده لنا الزميل نمير علي الحسون، فلنتابع. موطني الجلال والجمال والسلام والبهاء. انطلاق أعمال مؤتمر العراق الدولي الثامن للنفط والغاز والطاقة في بغداد بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي وأعضاء لجنة النفط والطاقة النيابية ووزيري النفط والبيئة وعدد من المسؤولين والهيئات والبعثات الدبلوماسية والسفراء وشركات النفط والطاقة العاملة في العراق. على القوى السياسية الجلوس بشكل جدي لحل جميع الإشكالات المتعلقة بهذا الملف، ليتمكن لمجلس النواب العراقي من المضي قدما في تشريع قانون النفط والغاز الذي طال انتظاره كثيرا منذ وراء الدستور 2005 النور ولغاية الآن. وزير البيئة المهندس نزار آمدي ومن خلال المؤتمر أكد على ضرورة دعم قطاعي النفط والطاقة في العراق بأحدث التكنولوجيات الصديقة للبيئة والذهاب نحو الاقتصاد الأخضر المستدام، مبينا أهمية انضمام العراق لاتفاق باريس للمناخ الذي يعتبر خطوة مهمة في دعم الاقتصاد العراقي. هذا الملتقى الذي يركز على قضايا الطاقة في العراق ويعقد في وقت مهم جدا على المستوى الوطني والأقليمي والدولي، خاصة بعد انعقاد مؤتمر الأطراف 27 للتغيرات المناخية في شرم الشيخ التي تضمن مقررات مهمة نحو الانتقال التدريجي إلى الطاقات النظيفة والمتجددة. إن وزارة البيئة خطت خطوات مهمة كان من أبرزها المصادقة على انضمام العراق لاتفاق باريس للمناخ وفق القانون رقم 31 لسنة 2020. إن هذا الانضمام يعتبر خطوة مهمة في الاتجاه الذي يدعم الاقتصاد العراقي ويضع الأجيال القادمة على بداية الطريق الذي يسمح بتنويع الاقتصاد والاعتماد على الطاقات المتجددة والآليات النظيفة التي تضمن حياة وسبل عيش مستدامة. وأقيمت على هامش المؤتمر جلسات نقاشية تمحورت حول مستقبل الطاقة والتغيرات المناخية في العراق وأهمية القطاع الخاص ودوره في تنمية النفط والغاز والطاقة. وضع هدف مهم وهو 12,000 ميجا من الطاقة المتجددة. اليوم هنالك عقود وقعت إلى 6,000 ميجا، ونعتقد بأنه المجال مفتوح الآن لإدخال المزيد من الاستثمارات من قبل شركات عالمية رصينة ومتمكنة وقادرة على تنفيذ تعويض النقص الحاصل في موضوع الطاقات المتجددة. وزارة البيئة وزارة الرقابية تراقب جميع الوزارات، هي تشجعنا وتدعمنا لإنشاء هذه المحطات مثل ما قلت الطاقات المتجددة الطاقات الشمسية، وأيضا تشجيع المواطنين لإنشاء هذه الألواح الشمسية على بيوت والجراجات والمساحات الفارغة حتى يتم عندهم طاقة يعني توليدية تكفي حاجة البيت خلال خاصة أوقات الذروة بالصيف. ويأتي انعقاد هذا المؤتمر استعدادا لانعقاد مؤتمر العراق الدولي الثامن للنفط والغاز والطاقة المقرر عقده في محافظة البصرة في آذار القادم 2023.
المعرض اللي جاي اللي في شهر مارس ان شاء الله اذار 16 مارس 19 مارس حاطين فيه حوالي 3 ورش عمل لهذا الموضوع، وحاطين ندوات نناقش فيها التغير المناخي. وطبعا التغير المناخي ده بيجي من ان احنا بنقول في طاقه جديده ومتجدده وطاقه بديله، وده موجود في المعرض اللي جاي. طبعا هذا المؤتمر مهم جدا، السبب لانه الاستخراجات النفطيه والعمل بالقطاع النفطي مرتبط ارتباط وثيق بالعمل البيئي، نتيجة لما جاي تخلف هاي العمليات الاستخراجية سواء كانت على الأرض، يعني أقصد على التربة، أو في بيئة الهواء، أو حتى الاستنزاف للمخزون المائي اللي يستخدم في عملية حقن الآبار. بالتالي وزارة البيئة كان يجب أن تكون لها حضور فاعل في هذا المؤتمر. في ظل مضي الحكومة لوضع حلول عملية لمشكلة التلوث الناجم من إنتاج النفط والطاقة، يسعى الجميع هنا إلى تبني استراتيجية متكاملة للحد من التلوث واستخدام تقنيات حديثة تواكب الدول المتقدمة في هذا المجال. نمير علي الحسون، بغداد. اتفاق باريس اتفاق عالمي تبنته 197 دولة، عقد بتاريخ 12 من كانون الأول عام 2015 لمواجهة تغير المناخ وآثاره السلبية وللتصدي لانبعاث الغازات الدفيئة والكربون. أهم بنود الاتفاق وقف ارتفاع حرارة الأرض والاحتفاظ بها أقل بدرجتين مئويتين قياساً على عصرها قبل الثورة الصناعية، وتكثيف الجهود لتقليلها إلى 1.5 درجة مئوية. العناصر الرئيسة لاتفاق باريس: الحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية، استعراض التزامات الدول بخفض الانبعاثات كل 5 سنوات، توفير التمويل المتعلق بالمناخ للدول النامية. ولمواجهة التهديدات المناخية والتصدي لانبعاث الغازات الدفيئة والكربون، صادق العراق على الانضمام لاتفاق باريس في 12 من كانون الأول عام 2020، وتقدم وثيقة المساهمات الوطنية الNDC استجابة سريعة لانضمام العراق لاتفاق باريس للمناخ وتمثيل السياسة العليا للبلد حول التغيرات المناخية، والتي تؤسس لاقتصاد أخضر مستدام وتحجيم انبعاث الكربون. أهم المصطلحات للتغيرات المناخية: التعرض لتغير المناخ، الهشاشة، قابلية التكيف، الاقتصاد السائد الأخضر المستدام، الأمن الغذائي والأمن المائي. جولات تفتيشية لعدد من المجازر ومحال القصابة في منطقة الدورة ببغداد قام بها فريق مشترك من دائرة التوعية والإعلام البيئي ومديرية بيئة بغداد في وزارة البيئة، وهذا بالتعاون مع الشرطة البيئية. تفاصيل أكثر نشاهدها في التقرير الآتي. الجزر العشوائي ظاهرة غير حضارية بما تحمله من تأثير على جمالية العاصمة بغداد والواقع البيئي والصحي في انتشار الأوبئة والأمراض داخل المناطق السكنية وتكدس للنفايات وفضلات الحيوانات وانتشار الروائح الكريهة. استنادا إلى توجيهات معالي السيد وزير البيئة والسيد الوكيل الفني والسيد مدير عام دائرة حماية تحسين البيئة في منطقة الوسط، تقوم مديرية بيئة بغداد بالتنسيق مع الجهات القطاعية الموجودة ضمن قاطع بلدية الدورة، ومن ضمنها الشرطة البيئية والفوج الرئاسي والشرطة المجتمعية، بحملة لمتابعة أعمال الجزر العشوائي. بالحقيقة واحد من الأعمال المرفوضة عندنا ظاهرة، أولا ظاهرة غير حضارية، ثانيا تأثيرها الصحي وانتشارها بين الدور السكنية بحالات من حالات مرضية عديدة. ضمن واجبات مديرية بيئة بغداد متابعة موضوع أعمال الجزر العشوائي. ظهر الجزر العشوائي منتشرة ببغداد بشكل ملفت للنظر، نحاول تنفيذ الإجراءات اللي يمر بها معالي وزير البيئة
بإزالة الجذر العشوائي من هذه المناطق السكنية بسبب وجود روائح كريهة وانبعاثات تجعل من الأمراض مستشرية في هذا الوقت اللي المواطن اللي مفروض يتمتع بحياة آمنة وبيئة صحية أفضل من هذا الواقع. حاليا نحن نقوم بواجباتنا ووزارة البيئة استنادا للقانون. قبل هذا الواجب أصلا احنا طلعنا عدة مرات لهذه الأماكن، قدمنا النصيحة من خلال التوعية البيئية، مشاركة دائرة الإعلام والتوعية البيئية عدة مرات، لكن للأسف بعض المواطنين يصرون على المخالفة. عدد من المخالفات تم رصدها خلال هذه الجولات التفتيشية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحسب قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009 مع مصادرة عدد من الأغنام. احنا حملاتنا مستمرة على اهل الأغنام والمواشي وحملة ودنصادر منهم ودنزيلهم، يعني الإجراءات مالتنا كلتنا متخذية والإنذارات يوميا نعطيهم إنذارة، فتعبون يعني حيل أبدون والله العظيم حيل أبدون، يعني يوميا الصبح حملات الظهر حملات مرات بالليل نطلع عليهم حملات. المصادر يعني المصادر احنا يوميا نصادر من عندهم، يوميا نصادر واللي نصادر ينباع بالمزاد يعني ما يرجع لهم، والإزالات مالتنا بين يوم ويوم كل يومين والثالث، فيعني تعبونا حيل تعبونا أذونا والله للمواشي حيل. ويبقى إجراء الكشوفات الدورية والمستمرة ورفع جميع التجاوزات الموجودة داخل المناطق السكنية ضرورة ملحة لما تسببه من تأثيرات سلبية على جمالية المدن والبيئة وصحة وسلامة الجميع. الابتعاد عن ظاهرة حرق النفايات دليل حفاظك على بيئة نقية خالية من الملوثات. حرق النفايات يصدر غازات سامة تضر بالبيئة والصحة العامة. إن التخلص من المخلفات الصناعية بصورة سليمة وصديقة للبيئة دليل وعيك وحرصك في المحافظة على بيئة نظيفة خالية من الملوثات. المشاركة في حملات التنظيف في مدينتك دليل حرصك وانتمائك للوطن. تراكم النفايات يؤدي إلى أضرار صحية وبيئية كبيرة، لنعمل على التخلص منها بطرق سليمة واستعادة بيئة صحية. لنتعاون جميعا من أجل بيئة صحية لأطفالنا. حرق النفايات ظاهرة تصدر عنها غازات ديوكسين السامة التي تضر بالبيئة والصحة العامة، والابتعاد عنها دليل حفاظك على بيئة خالية من الملوثات. أهم الأخبار والفعاليات والنشاطات لمديريات البيئة في بغداد وبقية المحافظات نتابعها سويا مع الحقيبة الأخبارية، فإلى هناك. منحت مديرية بيئة الديوانية موافقات بيئية لعدد من المشاريع والأنشطة داخل المحافظة، شملت مشاريع صناعية وخدمية تنوعت بين مدارس وأحواض تربية الأسماك بنظام المغلق وخطوط كهرباء الضغط العالي وأنشطة أخرى. قامت الفرق الإعلامية في مديرية بيئة كركوك بإجراء زيارات ميدانية لعدد من المدارس داخل المحافظة، وتضمنت إلقاء المحاضرات التوعوية للطلبة لترسيخ المفاهيم البيئية الصحيحة وتوزيع الملصقات والبوسترات التي تحث على ترشيد استهلاك المياه وكيفية المحافظة عليها. قامت فرق من مديرية بيئة صلاح الدين بإجراء كشف رقابي على عدد من جراجات غسل السيارات في منطقة الشهداء في قضاء تكريت للاطلاع على الواقع البيئي ومعرفة مدى التزامها بالشروط والمحددات البيئية. وتم خلال الجولات توجيه أصحاب الجراجات بضرورة وضع قانصات دهون لمنع حدوث تلوث المجاري بالدهون والزيوت وعدم تصيف النفايات السائلة إلى المصادر المائية لما لها من آثار سلبية على البيئة، وضرورة الالتزام بالتعليمات البيئية بحسب قانون حماية وتحسين البيئة.
قام فريق فني مشترك من مديرية بيئة كربلاء والشرطة البيئية ومديرية الزراعة والصحة ونقابة المهندسين الزراعيين بإجراء كشف رقابي على مكاتب المبيدات في قضاء عين التمر، وذلك لمتابعة الاستخدام النهائي للمبيدات الزراعية. وتم خلال الكشف الاطلاع على آلية عمل تلك المكاتب وتوجيه أصحاب المكاتب الزراعية بعدم بيع أو تداول أي مواد كيماوية محظورة الاستخدام أو منتهية الصلاحية لضمان سلامة البيئة وصحة المواطنين. أجرت الفرق الفنية في مديرية بيئة نينوى فحوصات من مصادر متعددة للمصادر المائية خلال العام الحالي، حيث تم إجراء 3000 فحصا كيميائيا شملت نقاط ومصبات على نهر دجلة، وأيضا نماذج لمياه الصرف الصحي للمستشفيات والمصانع ومحطات الرفع والآبار ومصافي النفط والمجازر ومشاريع مياه الشرب. وتأتي هذه الفحوصات ضمن الفحوصات الدورية التي تجريها مختبرات المديرية لقياس نسب تلوث البيئي في المحافظة. منحت مديرية بيئة وسط 24 موافقة بيئية لعدد من الأنشطة الخدمية والصناعية والزراعية في محافظة وسط بعد التأكد من مطابقتها للمحددات والضوابط البيئية. وتم إجراء الكشف الميداني لها من قبل الفرق الفنية التابعة للمديرية. وشملت حقول دجاج ومدارس ومعامل حدادة وأفران صمون ومعمل عصائر وألبان ومثلجات ومياه صحية ومحطات رفع مجاري وأبراج اتصالات. وردت شكوى من عدد من المواطنين الساكنين في قرية آل حمد بمحافظة الديوانية تتضمن قيام المزارعين باستغلال مياه الصرف الصحي في عملية سقي الأراضي الزراعية. وبناء عليه توجه فريق رقابي برئاسة مدير بيئة الديوانية بالتقصي عن مكان الشكوى وتبين صحة الموضوع الذي يؤثر سلبا على المنتجات الزراعية ويعمل على تلوث البيئة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. وبهذا أحبتي المشاهدين نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. ألتقيكم الأسبوع المقبل بحلقة جديدة من برنامج البيئة توعي. إلى اللقاء.